سنة أو غير، والمهازل اللي بتحصل دي بنعيد رسمة الجرافيك من تاني الواد مسح. اليوم بدرس جرافيتي الشهيد حسين ابو ضيف شهيد مجزره الاتحاديه، والشهيد احمد محمد محمود الشهيد حسين ابو ضيف شهيد مجزره الاتحاديه الذي اختلف الاخوان يعني من شهاده اخوان مسلحه، والشهيد احمد محمد الصحفي جريده المسيه الذي تم اغتياله في جمعه الغد 28 يناير، والشهيد تامر عبد الرؤوف الذي تم اغتياله عن طريق الجيش. النهارده جايين نرد على نقابه الصحفيين مجلسنا ونقيبا التي مسحت متعمده هنسكت عن حق حسين ابو ضيف ولا حق جميع الصحفيين ولا حق جميع الشهداء.